about the game, the tomorrow's game. I think that all the games are very difficult, and sure that the first game is most difficult, but now for us it's important try to win also the second, and because we want to close this situation very fast, and for this we have to play a very good game. أكيد الحمد لله حققنا الأهم في بداية البطولة، ثلاث نقاط مهمة. نواصل العمل بالاستراتيجية المتطلبة من عندنا، من عند المدرب. كل مباراة تكون على حدة، أمامنا خصم أكيد لازم نحترمه، قدم مباراة ممتازة في الجولة الأولى. مستمرين إن شاء الله في العمل، نطلب الدعم من الجميع في مباراة الغد بإذن الله.